عاد معنا الآن الأستاذ إبراهيم العجيلي مرة أخرى، عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني، عبر الهاتف من لندن. أستاذ إبراهيم تسمعني الآن، مرحبا بك. مرحبتين أنا وسام. هل حدثتنا عن أسباب إصدار البيان؟ نعم، يعني نتحدث إحنا عن الناس النازحين، وهو هناك سبب أساسي مرجع إلى وجود داعش. نعم. وإذا إحنا تمكننا من القضاء على داعش أو دحر داعش في هذه المناطق، والناس هذول هجروا من ديارهم إلى مكان آخر، فلماذا تمر هذه السنين وهم مهجرين بعيدين وقد ألحقت بهم الأضرار الفادحة؟ هناك من فقد المعيل، وهناك من فقد الحلال، وهناك من وإضافة إلى فقدان السكن وأضرار كثيرة بليغة. أين التعويضات؟ ومتى يعودون إلى مساكنهم الأساسية؟ لماذا ألم يكن من العدل والإنصاف إنصاف هؤلاء الناس وإعادتهم إلى ديارهم؟ يعني شنو السبب؟ ليش؟ هذا سبب وجيه إحنا نصدر البيان حتى نستحث ضمائر الناس العراقيين سواء بالسلطة أو بالمجتمع العراقي، جلب انتباههم إلى أن هناك ناس هجروا ودمرت ديارهم ونهبت أموالهم ومزارعهم وحلالهم، ولحد الآن لم ينالهم. برأيك أستاذ إبراهيم، لماذا تسوف الحكومة في العراق إعادة إعمار المدن التي دمرتها العمليات العسكرية؟ هذه مسألة عجيبة غريبة. يعني أن لحد الآن مناطق معروفة تحول مثل جرف الصخر تحولت إلى سكنات عسكرية وسجون ومعتقلات، وتماما تم تدمير آثار سكناهم ومزارعهم وأملاكهم، وتحولت إلى أملاك الميليشيات تعيث فيها فسادا. شنو يعني هنا التساؤل، هل هناك سياسة تستهدف مناطق الغربية والشمالية من تهجيرهم ومصادرة أملاكهم وأراضيهم ومناطقهم السكنية وجعلهم مهجرين ومشردين يلوذون بالأخير بالفرار إلى خارج الوطن إلى مناطق أخرى إلى أن ينسون مناطقهم وسكناهم وأملاكهم؟ وهذا السبب يعني يتبادر إلى الذهن. في هذه النقطة أستاذ إبراهيم، يعني عملية تجميد إعمار المدن المدمرة أو عدم إعمار المدن بالأساس، لأي مصلحة تصب؟ أي من الأطراف لها المصلحة في ذلك؟ والله لا يوجد طرف آخر إلى مصلحة إلا القوى اللي مهيمنة على العراق ومستهدفة تجريف وإزاحة سكان بأصلهم بنوعهم بدينهم بمذهبهم من العراق وطردهم خارج العراق، سواء كان القتل أو التهجير أو التجريف أو الحرب أو مصادرة مكانات سكنهم أو مصادرة أملاكهم. هذه هي اللي تبادر إلى الذهن. وإلا ليش مخصص تحديدا هذه المناطق لتجريفها وإنهائها نهائيا؟ يعني طالبتم بمحاسبة المسؤولين عن تدمير المدن، يعني هذه المدن، وكذلك حساب أو محاسبة ومساءلة المعرقل لإعادة إعمارها. برأيك يعني هل الكاظمي رئيس الحكومة، يعني حكومة الكاظمي، هل هي قادرة فعلا على إعمار هذه المدن ولا تقوم بإعمارها، أم هي عاجزة تماما عن إعمارها؟ أنا حسب تقديري ما يريدون، يعني هنا إذا هو الكاظمي نفسه يريد، هناك قوة أعظم من الكاظمي، هاي القوة اللي تطلق الصواريخ في مناطق مختلفة في اتجاهات مختلفة من العراق، وهي قوة عسكرية جبارة. هذه تلوي يد الكاظمي، وأنا ما أعتقد الكاظمي راح يوفق في تأمين حاجات المجتمع العراقي ومنظومية المجتمع العراقي. وأشك أيضا ستنجح هذه الحكومة حتى في الانتخابات المبكرة، وأعتقد ما راح تنجح في منع هؤلاء الفاسدين من العودة ثانية إلى مجلس زمام السلطة. يعني إيده ليس طائلة، وإن هو جاء من رحم هذه السلطة. شكرا لك أستاذ إبراهيم العجيلي، عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني، كنت معنا عبر الهاتف من لندن.